Salut, comment ça va? Ça va bien? Bon, on a vu beaucoup de gens sur la télévision, quand ils ont entendu « salut » en français, ils disent « les gens viennent de Japonais, Américains, Russie, Masri, dans le Mauritanie, ils entrent l'Afrique, j'aime la. » Je veux vous dire que les gens de Tunis sont heureux beaucoup de l'Ouni. Je ne vais pas تلمو شيخ على لوني برشا نفكر مرة ندور في الشارع أخويا متعدي عرضوني ثلاثة أفريكان غزروا لي هك أو ماما دو تنبو فيو بكاريقة سما بنب 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 فتو أبيك فو ماما دو مشيت خويا صوروا معايا وتعدوا على رواحهم جبت التليفون كتبت اسم السيد على الجوجل ماما دو تنبو فيو بكاريقة سما تعرف شكون طلع؟ طلع اسمه ولي العهد متاع زامبيا معناه العبد الله نشبه الولي العهد متاع زامبيا حسيلو بقيت واقف على بلاصتي خويا وقف بجنبي تاكسي غزالي قال لي سالو مسيو تاكسي قلت له نو ميرسي قال لي بوركوا نو جي غي تو فو قلت له داكور مشغول لافايت طلعت خويا في التاكسي ونحكي معاه بالفرنسي وقتها في الباساج نحكي معاه فرنسي مش في بالي هو يحكي فرنسي حسيلو وصلنا مشغول لافايت ما بعد ما جبيع على المرسى وضواحيها اخوي فهمنا وصلت خويا هبطت من التاكسي على روحي كلمني صاحبي قال لي باش نفرجوا في بارتي تونس وغانا وقت تصفيه كاس العالم هبطت خويا دونك لازمني نشد تاكسي اخر زوز بنات بجنبي يخزروا لي ويتمتموا فهمتني صونا تليفون جبت تليفون اه سيف يا ولدي راني ما لقيتش حتى ام تاكسي راني جاي رجعت تليفون الجيب غزر الطفله لصاحبتها قالت لها اه اما ليه مديده السيد عايش في تونس اه وزيد متمكن قالت لها متمكن من شنو من الكلام الزايد حسيلو هزيت تاكسي وصلت لصاحبي سيف في الحكايه الكل ما غضني شيء ما غضنيش 18500 حق التاكسي ما غضني شيء غضني حاجه وقتها مع ما زلت في التاكسي مع مولا التاكسي دخلنا على حومه ظلمه شوي غزر منا عمل لك قطع وما خلصنيش في الكورس وصلت خويا بنكنا في القهوة نتفرجوا في البارتي القهوة فيها جماعة من الأفريق فهمتني ونتفرجوا في البارتي تعمل هكا ومارك تونس كتونس الكل وليه تحيا تونس تحيا تونس تحيا النسور خوكم وندور لقيت خمسة أفريكان يغزرولي أما إيش غزرة عادية غزرة متاع موت وليت غزرت للتلفزة نو نو مسيو الأربيتر أرجو وكا وكا إي إي وكا وكا إي إي برسمي بس سلكتها نهارتها برسمي العبد لله عندي من اصعب بريود تتعدى عليا وقت اللي تونس تمشي تلعب في الكوب دافريك يركبني ستريس والخوف بالرسمي تونس وغانا اكثر سكور يساعدني هو التعادل اما لازمهم 0-0 علاش خاطر في صوره ما خويا مارك تونس وفرحت لي زافريكان في القهوه نواغي افيك لا تونيزي والله بايو يا بايو يا بايو وفي صورة ما خويا غانا جاتها بيلانتي تونس الكل يقحروا لي على جنب تقول عبد الله هبط له تاكل اقوى بارتي خويا بارتي تونس والجزائر قلت اليوم نمشي نتفرج جوي باهي مرتاح جبت كرسي وبنكت في القهوه خويا لكن للاسف عمك الاربيتر طلع من الافريق وزفر بيلانتي للجزائر من وقتها خويا حلفت قلت اي بارتي نقعد نتفرج فيها في استاد قلت اي بارتي نقعد نتفرج فيها في استاد نفكر مره مع عمر ولد حومتي عندنا تيكي واحده عمر صاحبي هذايا روج يعمل هكا معناه فهمتني حصيله دخلنا زوز بارتيكي جا العون من غادي قال له فاش دخلهم زوز بارتيكي قال له قال لي اخوه زوز قال له هذوكم الزوز اخوه سبحان الله قال له تقول كلاس مفردين مع من وقتها اخويا قلت خليني نمشي نشد الدار اختاني من الشارع قلت بون مش دار نمشي ندبر خدمه سمعت بشركه طلبه خدامه هزت اوراقي مشيت لونتريتيان دخلت البيرو المدير غزر لي المدير عمل لي هك بونجور مسيو مي ديزولي ها باسكو كو نو فولون دو ترافايير تونيزيان ديزولي فهمت نقول له ليه راني تونسي هزيت روحي وخرجت سكرت الباب ما صدقت لي العبد الله افريكان بالرسم خرجت جبت التليفون نكلم في امي باش نبشرها اللي ما قبلونيش جماعه افريكان متعدين بجنبي سمعوني نحكي معنا غزروا لبعض نواغي باغلي اون اغاب
Pourquoi changer la langue? Ya bayou, ya bayou, voilà ya bayou, ya bayou, ya bayou. حاسيلو روحت نهارتها للدار قلت خليني نركش خوي ركش زون الاربعة نتاع الصباح عمتك بعثت لي طفلة ميساج الاربعة نتاع الصباح اسمها بلونش نيج وهي في نفس الكولور متاعي غزرت لي قلت لي نتعرفوا قلت لها تو الاربعة نتاع الصباح مش تحس وقت فطاير أكثر منه نتعرفوا قلت لي ليه نتعرفوا عرفتها بروح قلت لها يا بلونش نيج انت شنو اسمك الحقيقي قلت لي صالحة قلت لها هاي والوقت ايش حاسين بقيت وقتها بريود نحكي مع صالحة والكل فما نهار قلت لها صالحة برجولية لازمنا نتقابله وقت ايش قلت لي نتقابله غدوة في الليل قلت لها غدوة في الليل ما أقول من لون ما نحبش نشوفك سهلة برشا بالرسمي ما عنديش مع البنات الطفلة الوحيدة خلاص تديك الصالح الطفلة الوحيدة بالرسمي اللي حبتني والكل حبتني على حاجة واحدة تعرفت عليها في سكايب صحيح حبتني على لوني حبت لي اللوني مش على حاجة مش في بالها عامل برونزاج حاسيلو وقتها نحكي معها في الصيف حبتني برش دونك بقيت نحكي معها لازمني نلقى حل للشتاء والخريف والربيع وليت ندي عمر ولد حومتي يحكي معها خاطر روج نحكي معها كان صيف قصيناها عملول راه تقولوا علاش حسب رايك خاطر قلت لي نعرس ما عنديش مشكله نعرس بها صيف نعدي روحي اما شتاء وخريف وربيع حسيلو ما فهمتهمش نخرج في الصيف يقولوا لي عم برونزاج نحكي بالتونسي لزافريكان يقولوا لي يا بيوع ما نحكيش جملة توينسا يقولوا لي أفريكان نمشي يقولوا لي هيك توخر نوخر يقولوا لي هيك تمشي شنو نعم هم ياسر ما همش فاهمين ونفهم روحي برشا راه هم يدبروا روسهم خويا